مصر بلد الحضارة والفنون، بلد العلم والعلماء. تاريخها زاخر بأصوات وكأنها جاءت من السماء حين تلي القرآن فيها، وحاضرها زاهر بأصوات رائعة تليق بأن تكون الخلف لخير السلف. فجمال الصوت والاستمتاع بروح الدين ومزج ذلك بأواصر الفن للترويح عن النفس وإمعانا في إدراك المعاني، كلها أمور تحققت هنا في هذه الأرض الطيبة، حيث كان وأضحى مجال الإبداع مفتوحا لها. قمر سيدنا النبي وما وفيناه حقه، فارضى يا مولاي إني ببابك، مع فرقة منشدي مصر، رؤية محمد عثمان وسوليست ماهر إسماعيل. فبتنا عمرنا نشتاق.